أهلا بكم مرة تانية. تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا تجربة امتحان أولى ثانوي على التابلت. التجربة أثارت جدل كبير الحقيقة بين الناس. يمكن إحنا عندنا شوية تخوف من أي حاجة جديدة، ما عندناش ثقافة التغيير في المجتمع بتاعنا، ولكن يعني إحنا الحقيقة خلال سنوات طويلة 10 20 30 سنة عندنا معاناة في المنظومة التعليمية عندنا. عايزين نطور، ندي فرصة لنظام جديد. النظام الحقيقة نظام التابلت صحيح واجهته مشاكل تقنية خاصة بالإنترنت وبالسيرفرز في المدارس وكده في أول يومين. علشان كده رئيس الوزراء اجتمع بوزير التربية والتعليم وفي مجموعة من القرارات أهمها أنهم وقفوا الامتحان خلاص. هو كانش امتحان طبعا مؤثر لأنه من غير درجات، هو كان مؤشر لتطبيق التجربة، ولكن تم إيقاف الامتحانات على أساس أنها تبدأ أعتقد زي ما سمعنا خلال مثلا بعد 10 أيام أو حاجة في تجربة تانية برضو، بس يكون واثقين 100% أن يكون وسائل التقنية يعني ثابتة وقوية وموجودة يعني بشكل صحيح في المدارس. بس التجربة نفسها أخبارها إيه؟ تجربة استخدام التابلت في الامتحان دي تجربة مش نظام جديد في العالم، موجود في دول كتير وفي أنظمة تعليمية مختلفة. يمكن بنجربه لأول مرة، بس احنا محتاجين إن احنا نقيمه ونشوف يعني سلبياته وإيجابياته بشكل عام وعلينا احنا تحديدا. خلينا الأول نرحب بضيفنا النهاردة اللي مشرفنا، الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. اسمح لي قبل نبدأ الحوار نتابع بس تفاصيل هذا النظام في سياق التقرير التالي. انطلاقا من الجهود المتواصلة لتطوير العملية التعليمية وتلافي المشكلات الفنية بالنظام الجديد، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم إجراء الامتحانات عبر التابلت إلا بعد التأكد من توافر التقنية التكنولوجية بنسبة 100% والتأكد من كفاءتها. وأشارت الوزارة إلى أنه خلال العشرة أيام القادمة التي تحتوي على امتحانات الصف الأول الثانوي سيتم وضع الأسئلة على مواقع الوزارة، وعلى الطلاب الدخول للموقع وتحميل الأسئلة للتدرب عليها فقط دون درجات. لافتة إلى أنه سوف يتم إرسال إجابات الأسئلة إلى المدرسين لحلها مع الطلاب. وأضافت الوزارة أن إجراء الامتحان يهدف في المقام الأول إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحان واختبار مكونات المنظومة الإلكترونية، مؤكدة أن نجاح نظام التعليم الجديد ليس مرتبطا بالتكنولوجيا ولكنه مرتبط بطريقة التقييم والتصحيح. احنا عاوزين الولاد تهتم في المقام الاول بالتدريب على الاسئلة الجديدة، لان الامتحان ما يفرقش كتير في نجاح النظام هل هو ورقي ولا الكتروني، دي قضية جانبية. النظام ينجح لما نعمل الامتحان بالاسئلة الجديدة ونذاكر من المحتوى الجديد، ده كده النظام الجديد. فنجاح النظام او فشل النظام مرتبط بطريقة التقييم والتصحيح الجديدة فقط، ليس مرتبط بنجاح او سقوط تكنولوجيا. وشددت الوزارة على ان استخدام التكنولوجيا في الامتحانات يهدف الى منع الغش وتحقيق الشفافية والعدالة في التصحيح، مشيرة الى ان قرار امتحانات الثانوية العامة سواء كان سيتم عن طريق الورق العادي او الكترونيا هو قرار جماعي يتوقف اتخاذه على التقنيات ومدى التأكد من كفاءتها. وفي نفس السياق أكدت الحكومة على اهتمامها الكبير بالنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى الجمهورية. ويهدف النظام التعليمي إلى قياس المهارات والعمل على تنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن 21 والقدرة على التفكير والإبداع والابتكار بجانب تطوير مهارات استخدام وتطويع التكنولوجيا. أهلا بكم مرة ثانية، وأجدد الترحيب بضيفي دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. أهلا بك دكتور محمد. عايزين نبدأ يعني تقييم حضرتك الشخصي لهذه التجربة، تجربة النظام الإلكتروني بشكل عام لإجراء يعني الامتحانات والاختبارات.
اولا دعيني في البدايه ان انا يعني اعرض هذا الموضوع على الساده المشاهدين من قناه النيل الاقوار، القناه الجميله، على وسائل البحث عشان الناس يقدروا يفهموا ايه اللي بيحصل. اولا دي ما اسمهاش تجربه التابلت، دي هي تعليم الكتروني عادي موجود في اكتر من دوله بره. القياده السياسيه والسيد وزير التربيه والتعليم عايزين يضعوا مصر في مقدمه الدول الرائده في مجال التعليم كما كانت من قبل، فابتدوا يحطوا نظام جديد اللي هو التعليم الالكتروني. لو حبينا نفرق ما الفرق بين التعليم العادي والتعليم الالكتروني، التعليم العادي اللي هو التراديشنال هو انتقال المعلم والمتعلم والمحتوى التعليمي الى مكان للتعلم وهو الكامبس او المبنى التعليمي وهو المدرسه. ده التعليم العادي. في التعليم الالكتروني بينتقل المعلم والمحتوى التعليمي الى مكان التعلم مع الاقلال من اهميه مكان التعليم او المبنى المدرسي. يبقى حينئذ انا بنقل الخبره بتاعت او الماده العلميه كلها بالمعلم بتاعها الى المكان الموجود فيه المتعلم اينما كان وفي اي وقت هو عايزه. دي الفكره الاساسيه. مقياس الاختبار اللي الناس عامله عليه مشكله دلوقتي بيقول انه التعليم فشل والتجربه فشلت، اطلاقا انا بعتبر دي تجربه ناجحه جدا، لان التجربه كلها على بعضها ان انا بنقل من مستوى تعليمي يعتمد على الحفظ والصم الى مستوى تعليمي اخر يعتمد على التفكير والار ان دي اللي هو البحث والتطوير. وصلوا لمرحله متقدمه جدا وهو بنك المعرفه. النهارده اي طالب يقدر يدخل، يقدر يطلع على المناهج، يقدر يعمل بحث ويقدر يربط اشياء ببعضها. ابتعدوا عن موضوع الحفظ والتلقين، انه يدخل يقرا كتاب ويحفظه ويدخل يجاوب بيه ويرجع من الامتحان هو نسيه. ده مش تعليم خالص. الفكر المتقدم اللي هم بيشتغلوا عليه دلوقتي واللي انا بحييه جدا وبدون اي مجامله لاي حد، انا اطلعت على كتاب ديسكفري واطلعت على بعض الكتب اللي الكي جي 1 والبرايمري 1 اللي هي في البدايه خالص كي جي 2 بامانه اكتر من ممتازه، بتخلي الاولاد فكرهم يتوسع، بيفكروا كويس، بيفكروا بعقليه بدون حفظ، ابتدوا يطلعوا مهاراتهم وامكانياتهم ويقيس تعدد الذكاءات عندهم، كل انواع الذكاءات الموجوده يقدر يستثمر هذه الذكاءات في انه يطلع طفل جيد. كون الاختبار ما تمش بطريقه جيده، اعتقد ان وزاره التربيه والتعليم ما هيش الطرف الوحيد في هذا الموضوع. ده سؤالي لحضرتك، هل المشكله كانت يعني في المساله التقنيه اللي هي خاصه بوزاره الاتصالات ولا مشكله عند مين؟ احنا مش عايزين نتهم حد بعينه. لا هو مش اتهام، ولكن بس هو يعني توضيح الرؤيه. يعني المشكله اللي حصلت امبارح، هل فعلا كان في هجوم في الدخول على النت او كان في محاولات متكرره لدخول الطالب على النت؟ هي عملت تقلت السيرفر. انا هقسم لحضرتك الموضوع الى ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه اشخاص ليس لديهم الرغبه في التطوير، ده رقم واحد، ودول ما اكثرهم موجودين في كل حته، موجودين في كل حته، ان هو بيبتدي يعكس. والدليل على ذلك كانت امتحانات بتتسرب، يطلع مش عارف مين يقول انا سربت الامتحان، ولسبب ليس لسبب خالص الا للضرر، هو هدفه ضرر. ده حد عنده فقر فكر، ده عايز الفكر بتاعه كله ان هو تدمير، ودي مستهدفه مصر من اكتر من جهه. دول بقى دول وضعهم ايه في المنظومه؟ يعني وضعهم ان هو ابتدوا يعملوا هجوم على المنظومه وهو اصلا مش طرف فيها، بيخش عشان يعمل اشغال او احمال على الموقع نفسه فيسحب اكبر كميه من الانترنت فتبقى الانترنت ضعيف. النقطه الثانيه ان الانترنت اصلا في مصر وفي ذلك الوقت بيبقى في عليه لود كبير خالص. اولا احنا الانترنت في مصر عندنا ما وصلش للسرعات المطلوبه زي في دول كتير، اغلب المناطق ما وصلش فيها الفايبر اوبتيك، اغلب المدارس ما عندهاش القدره انها تستوعب عدد الطلبه وتدخل عليها، بالاضافه للهاكر اللي بيخش من بره او بيحاول يفسد المنظومه. الحاجه الثالثه ان المدرسين والطلبه لم يدربوا تدريبا جيدا على استعمال مثل هذه المنظومه. قلت ثلاث عناصر، انا هتوقف عند العنصر اللي في النص اللي هو انه ان احنا في مصر ما عندناش النت اللي الفائق السرعه اللي يتحمل، ولازم نعترف بده. ايوه بس ده 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 ده, ده هو اساس الموضوع، ده هو ما ينفعش اشتغل من غيره. بص حضرتك، العمليه كانت محتاجه تنظيم شويه. السيد الوزير او قيادات وزاره التربيه والتعليم لما فكروا يعملوا ده ما فكروش ان يعملوا الامتحان في نفس الوقت بالطريقه دي. دي اسمها تجربه، اي تجربه بتحتمل الخطا والصواب. الراجل اللي اخترع المصباح الكهربائي لما سالوه هو عمل 100 تجربه فشلت 99 ونجحت واحده، ما قالش انا فشلت في 99 تجربه، قال انا نجحت في واحده. يعني قصدك ايه؟ يعني دي تجربه دي. يعني قصدك ما كانش يتم الامتحان في وقت واحد؟ يعني لا، انا احنا كان عندنا في الاتحاد في بعض الناس المسؤولين عن تطوير التكنولوجيا، واحنا بعتنا الكلام ده لاحدى الجهات المسؤوله، قلنا لهم ان احنا مستعدين ان احنا نضيف حاجه صغيره خالص كده للتطوير، الا وهي ان احنا نخلي المدارس كل مدرسه يبقى فيها سيرفر داخلي ويجي الامتحان من الوزاره عن طريق هذا السيرفر، والسيرفر بيوزع لطلبه المدرسه فقط، فيبقى هنا التحميل على السيرفر بس، ومجرد ما توصل الانترنت القدره ليه ان نقدر نرفع الاجابات الى سيرفر الوزاره تبتدي الوزاره. طيب ما هو ده حل، ما هو مدارس كتير فيها سيرفر موجود دلوقتي بس ما كانش فيه الاوثورايزيشن او الـ 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 الموافقه او السماح ان الوزاره تدي كل مدرسه. هي الوزاره كانت عايزه تعمل الاختبار ده، وده فكر جيد جدا الوزاره تبقى هي
يعني لديها كل شيء لمنع الغش، لمنع تسرب الامتحانات الى اخره، بس لابد ان تكون هناك بس لو السيرفر في المدرسه هيكون المدرسه متحكمه في الامتحان، هتكون هي مطلعه عليه، هتبقى اكيد طبعا شور مبادر. لابد ان يكون هناك ثقه ما بين وزاره التربيه والتعليم وبين قطاعات الاقل من المدرسه. لا الموضوع مش ثقه على فكره، هو الموضوع يعني لازم يكون بيحكمه منظومه، مدير المدرسه لازم يبقى مسؤول النهارده امتحانات تحت النقل او كانت بتتم ازاي، ما كانت بتيجي الاسئله في ظروف مغلقه ومجرد ما بتوصل بيفتحها مدير المدرسة أو المسؤول عن الامتحانات ووزعها على لجنة الكنترول، ولجنة الكنترول بتوزعها على الطلبة وبتبتدي تلم. ده التعليم الترايديشنال. أنا يعني هعتبر ده مؤقتا لغاية ما نقدر ننظم المنظومة بتاعة الإنترنت، تيجي الامتحانات تسلم إلى مدير المدرسة في استوارة مغلقة لا تفتح إلا قبل الامتحان بلحظات، توضع على الكمبيوتر تروح مفتوحة للطلاب يخلصوا منها وتبتدي تلم مرة تانية. يعني ده حل الامثل يعني. طب دي مشكله، المشكله التقنيه. الحقيقه هم قالوا انه مش هيتم اعاده التجربه الا لما يتم التاكد بنسبه 100% من انتهاء المشكله دي. طب فيما يتعلق بتقييم التجربه في حد ذاتها بقى، التعليم الالكتروني، هل يعني فعلا احنا مؤهلين في المرحله دي ان احنا نبدا التجربه دي؟ يمكن انا عايزه اقول لك بس ملحوظتي الشخصيه، انا شفت امتحان العربي او يعني عرفت ما دار فيه، هو عايز حد يكون اشتغل طول السنه على شكل معين. بس انا هتوقف للاسف يا فندم، عندنا نقل هواء دلوقتي، اتوجه الان الى واشنطن حيث لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري. كان في مؤتمر صحفي أو كان في لقاء بينهم، هنشير إلى تفاصيله في وقت لاحق بإذن الله. أرجع تاني أقول لحضرتك على ما تم في الامتحان اللغة العربية، بينم على أن الطالب كان من لابد أن يكون بجهد معين أو يتعلم بأسلوب معين خلال السنة حتى يستطيع أن يجيب على الأسئلة اللي احنا شفناها في الامتحان. هل بالفعل الطالب استعد طول العام لهذا النوع من الاسئله او هذا النوع من الجهد؟ تعالى نتفق من حيث المبدا ان دي اسمها تجربه. التجربه بتتمش مرحله واحده، احنا بنجرب. التجربه تمت ونجحت جدا جدا في بنك المعرفه، نجحت جدا جدا انها توضع الاسئله والاجابات والمناهج كلها على السيرفر بتاع وزاره التربيه والتعليم، يقدر حد يحط يدخل فيها. نجحت جدا في ان احنا نعود الطلاب ولو جزئيا ان يقدروا يتخشوا يتعاملوا مع تجربه الاي ليرنينج او التعليم الالكتروني. نجحت ايضا في تاهيل اغلب المدارس ان يبقى عندهم منظومه تستوعب او تستحمل التعليم الالكتروني. انا ما اقدرش اقول رايي في يعني اقول كل المدارس، لان انا طبعا مش بعض المدارس كل المدارس. لا انا بالنسبه لي انا مش هقدر اقول كل المدارس، بس انا بسال حضرتك، هل المدارس مثلا في الاماكن النائيه في الارياف وفي الصعيد، هل ممكن انها تكون عندها متوفر لها نفس المقومات او يعني ما يتيح للطالب عندها ان هو يصل الى المستوى اللي بتقول عليه حضرتك؟ بص حضرتك، ما لا يؤخذ كله لا يترك جله. احنا لو وقفنا في مكاننا لن نتحرك صح قدر الملا الى امام، ولكن لابد ان نتابع التقدم ولو جزئيا. احنا النهارده لو قلنا ان التجربه نجحت بنسبه 50% فقط، فهي نجحت بنسبه 50%، مش فشلت بنسبه 50%. المره الجايه هتنجح بنسبه 25 بقينا 75، المره اللي بعدها تنجح بنسبه 25 ثاني، يبقى احنا نجحنا بنسبه 100%. طب خليني برضو اعترف انه مفيش مش هقول طالب، مفيش بني ادم في مصر ما بيعرفش يستخدم الكمبيوتر. على الاقل بتكلم على مستوى الطلبه، يعني مفيش طالب من الابتدائي لغايه الثانوي. الاطفال من سن 6 سنين بيستخدموا السمارت فون دلوقتي. ثانيا ان تجربه الاي ليرنينج دي بتمحي حاجات كتير جدا جدا او بتذلل عقبات كتير جدا، على راسها ان مدارس ما فيهاش امكانيات. لا، الامكانيات مش محتاجه امكانيات دلوقتي، انت محتاجه ان السمارت شيب الصغيره اللي بتتحط في الشريحه اللي بتتحط في الايباد ده او بتتحط على الكمبيوتر بتقدر تنقل اي حاجه من اي مكان. مفيش مدرسه ما فيهاش اتصال بالانترنت، مش المدرسه نفسها، قصدي الاتموسفير نفسه او الجو الخارجي يقدر لو حطينا الشريحه بتشتغل. ودليل على ذلك ان التليفونات المحموله دخلت اقل مستوى في القرى. يعني تقدر حينئذ انا بستقبل المعلومه وبارسلها عن طريق السمارت فون او عن طريق التاب اللي هو موجود عن طريق وزاره التربيه والتعليم او اي تاب اخر او اي ديسكتوب او اي كمبيوتر اخر. هل تطبيق التجربه على المرحله الثانويه او بدايتها مع المرحله الثانويه يعني له تاثير مختلف لو كنا بداناها مع المرحله الابتدائيه؟ انا من رايي المحدود، ما اعرفش طبعا، يعني دايما رؤيه اي شخص بتختلف في حالتين، تغير موقعه او تغير امكانياته. انا من خلال موقعي وامكانياتي انا شايف انها لو بدات في البدايه خالص زي ما هي بدات من الكي جي 1 وكي جي 2 واستمرنا بها لفوق كانت تبقى افضل كتير.
يمكن الملاحظة أنه الولاد بتوع أولى ثانوي يعني عندهم موروث من طريقة تعليم على مدار 6 سنين، عشان نعمل سويتش كده ونغير الطريقة دي في كام شهر محتاجة مجهود كبير من المدرسين ومن الطلبة ومن الأهالي كمان. أنا شايف يمكن من نظرة تانية أن أنا مش هستنى 14 سنة لغاية ما أعلم تاكي جوان عشان أوصل للتطوير. بعد 14 سنة هتلاقي اللي سابقيني دلوقتي بخطوة سبقوني بأكتر من 200 خطوة صح. فلذلك هو كونه دخل بارل أو بالتوازي مع المرحلة الثانوية ومرحلة الكيجي او مرحله الابتدائي، هو بياخد الاولاني واهله تاهيل كامل، وبياخد المرحله الثانويه باهله تاهيل جزئي انه يدخل في المرحله دي او مرحله التعليم الالكتروني، علشان لما يوصل للجامعه في 3 سنين قضاهم يقدر يدخل في مرحله الار ان دي او الريسيرش اند ديفلوبمنت بطريقه كويسه ويقدر يتعامل مع الاي ليرنينج. انا عارفه ان يمكن السؤال اللي هساله ما يكونش موجه لحضرتك لانه مفترض يجاوب عليه حد من المختصين في التربيه والتعليم، بس كنت عايزه اعرف هل في فيدباك، هل في يعني رد يعني جالنا تقييمات من اللي حصل في القرى وفي الصعيد وفي الأرياف، مش بس في القاهرة واسكندرية والمحافظات الكبيرة والمدن الكبيرة، هل عندنا معلومة إيه اللي حصل في المدارس التانية بحيث إن احنا نقدر نتلافى المشاكل الموجودة لو كان حصل هناك مشاكل معينة؟ حضرتك ما تقدريش تسأليني، أنا رئيس الاتحاد العربي للتعليم، احنا في كل المحافظات وفي كل الأماكن متواجدين. حضرتك انت لكم دور في هذه التجربة بشكل تقييمي قياسي أو تقييمي بس مش أكتر، ما لناش دور في اتخاذ القرار بالظبط. طب هل عندكم معلومة إيه اللي بيحصل في بعض مثلا المحافظات في الأرياف أو في الصعيد؟ زي اللي حصل في المحافظات اللي في وجه البحر، زي ما حصل في الصعيد، إن المشكلة كانت كلها مشكلة ضعف الإنترنت أو عدم القدرة في الدخول لوجود تحميل أكتر من اللازم، إنما المعلومة بتاع الصعيد وبتاع أي مكان في العالم او اي مكان في مصر يقدر يدخل على المنظومه الالكترونيه ويقدر يدخل على بنك المعرفه ويقدر يدخل على الاسئله والامتحانات، ومستقبلا ان شاء الله هيكون في المنصه الالكترونيه الكبيره اللي يقدر يبقى فيه انتر اكشن ما بين الطالب او تفاعل ما بين الطالب وما بين المدرس في مقره سواء كان الوزاره او المديريه او الاداره. حضرتك رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، فبالتاكيد حضرتك عارفه ان انت يعني انشطه في دول عده، فهل يعني التجارب الاخرى في دول اخرى سواء في المنطقه العربيه او في العالم تجارب مماثله، هل من الممكن الاسترشاد بيها او نشوف ازاي صارت هذه التجارب حتى نتلافى اي اخطاء ونوصل للنهايه بشكل اسرع؟ انا قلت لحضرتك في البدايه ان دي ما هيش تجربه جديده، التعليم الالكتروني موجود في اكتر من مكان قبل كده، وانا كان اشتغلت في جامعه الفلاح في السعوديه قبل كده واشتغلت في الامارات في موجود التعليم الالكتروني، بس ما كانش على مستوى وزاره التربيه والتعليم، كان يعني هي خطوه سابقه لعصرها او سابقه لغيرها في ان السيد الوزير اتخذ قرار ان يطبق على مستوى الوزاره كله ان التعليم الالكتروني موجود، والدليل ان في جامعه الكترونيه موجوده في مصر، التعليم الالكتروني موجود والدليل ان في تدريب الكتروني موجود، المدرسين كانوا بيعملوا غرف مغلقه وكانوا بيعملوا تعليم الكتروني، مراكز التدريب كانت بتعمل نفس الكلام جوه مصر وخارج لا مصر. وفي تعليم اللي هو بيتقال عليه الاونلاين، تعليم يعني بتاخد شهادات بتعمل ماجستير ودكتوراه وبتعمل اونلاين ومعترف بها في دول كتير جدا ده موجود. يعني هي مش تجربه وحشه، احنا كنا السيد الوزير ابتدى يتخذ قرار انه يطبقها في مصر على مستوى وزاره التربيه والتعليم ويتحمل على عاتقه وعلى عاتق الدوله بنك المعرفه ويتحمل على عاتقه وعلى عاتق الدوله المسؤوليات الجسام اللي هو وجه بيها دلوقتي، في حين انه هدف الاساس هو التطوير ما هوش هدف تاني. الطلبه محتاجين يتوجهوا في المرحله دي ازاي يتواكبوا مع النظام الجديد يعني تحديدا الدخول على النت وعمل سيرش على المعلومات الجديده الواحد بيشوفها في المنهج، لما اشوف كلمه جديده او معلومه جديده ولا مش مشروحه او مش مفصله، يعني هل يتوجه الطلبه في هذا الشان عشان يقدروا ان هم يواكبوا النظام الجديد؟ تعالى نتفق سوين ان المنظومه التعليميه ليها كذا حاجه او ليها كذا مكون، المعلم والمتعلم والمحتوى التعليمي ومكان التعلم. النهارده هو يعني دخلنا بالمحتوى التعليمي ابتدى نطوره ونخلوه اي ليرنينج، ودخلنا بتطوير جزء من المعلمين او تدريبهم على استخدام هذا المحتوى، كان يجب ان احنا ندرب اكبر عدد ممكن من المعلمين على هذا المحتوى التعليمي. الفرصه كانت ضيقه جدا وغير كافيه، ولكن مستقبلا انا بؤكد لحضرتك من موقع مسؤوليه ان التجربه هتنجح، وان شاء الله هتنجح نجاح ساحق، وان شاء الله مصر هتبقى من اولى الدول المتقدمه في هذا الموضوع. هكمل مع حضرتك دي واحده بس، ان المتعلم ايضا محتاج ان هو ياخد تريننج على استخدام هذه المنظومه. دايما وابدا الشعب المصري، انا بقول الشعب المصري بل والشعب العربي كله ضد ما يجهله، هو شايف ان التجربه دي جديده عليه فمش عايز يتقبلها. زمان لما كان نازل الموبايل الجديد ازاي نقدر نستخدمه وهنستخدمه ازاي وازاي نستعمل، ولما تحولنا من موبايل عادي للتاتش بقى برضه مشكله، خلاص الناس بقت تستعمله دلوقتي خلاص بقى حقيقة. يعني شيء موضوع وجود العرض يخلق الطلب. لو لم يكن هناك تعليم الكتروني ما كناش هنبص ليه، كون اتوجد تعليم الكتروني هنبتدي نفكر فيه وهتلاقي فيه طبقه كبيره جدا هتتنافس
طب السؤال بقى، التجربة هذا النوع من التعليم إلى أي مدى هيؤثر في تطوير منظومة التعليم في مصر؟ يعني يمكن بتكلم على مسألة الغش، مسألة الدروس الخصوصية، مسألة تسريب الامتحانات، كل التحديات والمشاكل اللي بتواجهنا في النظام التقليدي إزاي هيقابلها النظام الجديد؟ أعتقد ده هيقضي عليها بنسبة أكتر من 70-80% لعدة أسباب. موضوع الدروس الخصوصية مش هيبقى الطالب محتاج إنه ياخد درس خصوصي، لأن هتبقى المادة العلمية موجودة قدامه والمدرس أونلاين موجود قدامه، يقدر يخش يعمل إنتر أكشن لما تكتمل المنظومة، يعمل تفاعل ما بينه وبين المدرس. خليني أقول لك، هو مش هيبقى مضطر بس مش هيبقى مجبر، يعني هو ممكن يلجأ للدرس الخصوصي لو هو محتاج بس مش مجبر مش هيبقى محتاج، لأنه الدرس الخصوصي أوريدي موجود قدامه، هو في أي وقت بيدخل يسأل المدرس الموجود فيه على المنصة الإلكترونية أو المنصة التعليمية الموجودة. فالمدرس بيرد عليه، فهو عنده درس خصوصي مجانا. إيه اللي يخليه يتحمل مشقة العناء والسفر أو الذهاب إلى المدرس وتضييع الوقت في حين إن المدرس موجود أونلاين عنده؟ يبقى أول موضوع بتاع الدروس الخصوصية. الموضوع الثاني بتاع الكتب الخارجية والحاجات دي كلها مش هيبقى محتاج ده، لأنه هيبقى كل ده أوريدي موجود على بنك المعرفة، يقدر يخش يعمل سيرش على أي حاجة. الحاجة الثالثة ودي المهمة، تطوير المنظومة التعليمية نفسها، تطوير العملية التعليمية نفسها، بدل ما الطالب هيبقى بياخد حاجة تلقين، لا هيبتدي يبحث، هيبتدي يدور الكلمة دي فين، مين قال عليها ايه، فلان بحثه كان عليه ايه، فلان رأيه كان عليه ايه، ويبتدي هو يعمل من خلال القراءات اللي قرأها كلها موضوع معين يبقى في دماغه ده فكره هو من نتيجة الأفكار اللي هو دي قراها كلها. فيبقى هنا في تطوير للفكر نفسه، يعني بعيدنا عن موضوع الحفظ، كان زمان هي انا ما ارى، يعني انا اللي انا قريته بس هو ده صح، انما في الوضع الجديد هيبتدي قدامه في بنك معرفه في دنيا مفتوحه قدامه، يقدر يخش على اي حاجه يقدر يبحث عنها ويشوفها. هيكون في مجال لقياس قدرات مختلفه للطالب يعني، ولا هيكون الامتحان موجه لنوعيه واحده من الطلاب، المتفوقين المتميزين الباحثين المجتهدين؟ اعتقد الامتحان هو معمول سواء كان دلوقتي او مستقبلا بيقيس ثلاث حاجات، مستوى الطالب المتفوق بيديله نسبه من درجات لا تزيد عن 10% تقريبا اللي هو او 20%، مستوى الطالب المتوسط بتبقى نسبته كبيره جدا اكتر من 80% او 70%، باقي النسبه بتبقى للطالب الضعيف اللي هو يعني المستوى اقل من المتوسط. في الفتره اللي جايه هتلاقي الجميع كلهم هيبقوا فوق المتوسط، مش هتلاقي يعني الضعيف مش هيبقى له مكان، مش هيبقى له مكان في المنظومه، مش هيبقى له مكان من خلاله هو، لانه هيبتدي يدور بنفسه عشان يقدر يلاحق التطور الموجود. طب يمكن الظرف يستدعيني ان انا اعلق على موضوع مثلا البوكلت اللي اتعمل من سنتين او ثلاثه وانا كنت شفته في اول تجربه له وناس كانت خايفه منه جدا، واطلعت عليه حقيقه لقيته شكله ظريف جدا يعني، بس مش للطالب اللي بينشن او اللي بيختار حاجات او اللي يغش، عايزه طالب يكون اطلع على المنهج كله. الناس كانت خايفه من البوكلت بس الحقيقه التجربه كانت كويسه، الناس خايفه من التابلت بس واضح للتجربه ممكن هتبقى كويسه وحتى يعني الناس ما تخافش من الجديد، نحاول ان احنا نغير طبيعه بشر. يعني هي طبيعه ان احنا الناس طبعا زي ما قلت حضرتك نحن عدو ما نجهل، فلو احنا تعودنا بس عليه وبقينا فاميليير اكتر معاه يعني بالتالي هنتخطى هذه المرحله. اكيد هنتعود عليه ده اكيد يعني، بالاضافه لكده ان التجربه دي بتقيس حاجات كتير جدا، بتقيس مستوى ذكاء الاطفال، بتقيس مستوى ذكاء الافراد اللي هم بيدرسوا سواء كانوا طلاب او اطفال صغيرين، بتتيح له الفرصه ان هو يقدر يبقى عنده كرييشن، عنده ابتكار، لانه هو بيقرا فيه حاجات كتير خالص. وبعدين انا شايف المنظومه الجديده، لو حضرتك قريت المناهج الجديده بتاعت الكي جي 1 وكي جي 2 فيها فكر جديد خالص ان الولد ما بيحفظش معلومه، هو بيبحث عن المعلومه الى ان يجدها. فدايما ابدا يعني في حاجه اسمها تيتشنج اند ليرنينج، في فرق بين التعليم والتعلم. التعليم هو اللي بتقريه، حد بياخد حاجه ويقراها ويحفظها، التعلم هو ما يمارسه بايده، براكتس اند بروجرس، ممارسه وتقدم. ودي الفكر اللي احنا بنطور ليه. حضرتك دلوقتي بتقولي مش هيبقى في مكان للي بينشن، احنا مش عايزين مكان للي بينشن، عايزين مكان للي بيفهم عشان يقدر يتحرك. عندك حق. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، ان شاء الله تكون تجربه موفقه باذن الله ونشهد نجاح التجربه في المرحلة المقبلة. مشاهدينا الكرام جزيل الشكر لمتابعتكم، يعني انتهت فقرتنا الحوارية ولكن فقرات من القاهرة ما زالت مستمرة معكم. الآن مع عرض لأهم عناوين الصحف الصادرة غدا بإذن الله مع الزميل عاصم أبو الغار. شكرا للمتابعة.